أما هلأ مشاهدينا وصلنا لمساحتنا الفنية، ضيفتنا لليوم فنانة صاحبة الظهور المحبب، دخلت قلوب الناس من شاشة التلفزيون بأدوار الكوميدية، وحتى عند تمثيلها للمرأة القوية بقيت صاحبة الظل الخفيف. لها قدرة على استحضار عوالم شخصية المرأة ابنة البيئة، لهذا تركت بصمة في أعمال البيئة الشامية والبيئة الساحلية، ولهذا الموسم الرمضاني أكيد ما بخلت على جمهورها، وكانت حاضرة ببقعة ضوء وخاتون الجزء الثاني وقناديل العشاق وتوق البنات. ضيفتنا لليوم الفنانة غادة بشور، صباح الخير ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم، صباح الخيرات، صباح الخيرات لكل سوريا، رمضان كريم على الجميع. يسعد صباحك عن جديد ست غادة. يعني خلينا نحكي بالبداية عن أعمالك والأدوار اللي شاركت فيها برمضان 2017 لهالموسم. شاركت ببقعة ضوء، خاتون، أناديل العشاء، طوق البنات، وطبعا في أكثر من مسلسل عم ينعرض، كمان في الخان عم ينعرض، لأنه هدول مصورين كانوا من الأول، بس أنه الحمد لله أنه انعرض بهذا الموسم يعني. نعم، خلينا شوية نروح مع بعض ونشوف بعض أعمال حضرتك اللي بتخص البيئة الشامية ومنرجع. ست غادة، يعني مثل ما شفنا مجموعة أو عمل من الأعمال من البيئة الشامية، شاركتي بخاتون بجزئه وطوق البنات بأجزائه الأربعة ووصولا لقناديل العشاق، كيف عم تشوفي دور البيئة الشامية؟ هل بتخافي من تكرار نفس الشخصية، ولا بكل شخصية عم تحاولي تبتكري شيء جديد فعلا تمثلي المرأة الشامية؟ لا، هو بكل مسلسل طبعا هو كله بيئة شامية يعني. صحيح. يعني كلياتهم بيئة شامية، بس انت الدور مختلف يعني، انت دائما هلا من خاتوم في اختلاف، لطوق البنات، لأناديل العشاء، لكلياتهم يعني انت عم تعملي شخصية مختلفة عن الثاني. هلا بطوق البنات الجزء الاولاني كان تبعه بانه هي كانت ام عبده، يعني حدا انه هيك كثير طيوب وهذا، بس هي حبت، ولما حبت وتزوجت فهي حبت انه تغير اللبق تبعها من ام عبده لام يحيى، يعني هي اكثر شيء انه فيها تقريبا شوية كوميديا يعني نوعا ما بطوق البنات. هلا بأناديل العشاء لا، مختلفة، هي خجاتي اللي بتعلم الأولاد الصغار، بس هي بخيلة جدا، بيت المنقد تبعها دائما معبى أكل ودنيا وهذا، بس ما في مجال يعني، بدها تقنص يعني، حتى من الأولاد إذا جايبين صندوق زيادة بدها تاخذ لهم إياه، فكمان هون مختلف يعني. لا، بكل شخصية بتختلف عن الثانية أكيد يعني، مثل ما أنتم شفتوا يعني. بس ما معقول الهضامي على الواقع وبالتمثيل ايضا، ووجودك بكل المجتمع يمكن بيعرف قديش قريبه من القلب. يمكن الادوار يلي عم تقومي فيها ويلي عم تحقق صدى عند الناس، صارت كاركتر، يمكن بيقابلوك في الناس بالطريق اقرب لقلبهم، اي شيء بتحبيه اكثر، او اي شيء او اي دور لقيتي صدى عند الناس انزرع بقلوبهم اكثر؟ أنا كل الأدوار أنا حبيتها، لأنه أكيد لو ما حبيتها أنا ما اشتغلتها، بس أنا بنبسط أكثر لما بيجي كوميديا، لأنه الملعب تبعي أنا كوميديا يعني. هلأ مثلا حتى الأولاد الصغار بتلاقي أنا يعني من يومين لكمشت نيكي بنوتة صغيرة قالت لي يعني معلش يعني رح أقول لك أنا أم عبده مشان أنه أنا أنتر إلا لا أم يحيى يعني، فشوفي أنه حتى الأولاد الصغار مأثر الدور يعني معهم، لأنه في شيء من الدعابة يعني، وهذا الشيء بحبوه الصغار والكبار يعني. ست غادة، يمكن الأدوار الكوميدية إلى حيز كبير بحياتك وبتحبيها كثير، ومثل ما عم نشوفها بقعة ضوء لك مشاركة فيها، لوحات عديدة عم تعملي شخصيات عديدة ومتنوعة، فقد ايه بتحبي هي الأدوار، وكيف عم تنتقي الشخصيات حتى ما تكون فعلا مبتذلة، لا تكون كوميدية بتمس الواقع أيضا؟ لك هو بقعة ضوء كثير بيستهواني، وبحب انه انا اشتغل فيه، لانه انت بكل حلقه انت عم تشتغلي شخصيه مختلفه. صحيح. يعني عن الثانيه، فهون بتبين قدرات الممثل يعني، انه انت بتقدري انه انت تلعبي تراجيديا، بتقدري كوميديا، بتقدري تلعبي كل هدول الادوار، فيعني انا بيستهواني بقعة ضوء كثير يعني، مثل ما انتم شفتوا في حلقات كثيره، وحتى انه انت تلعبي مو بس انت على الشخصيه، حتى بالكاركتر، باللبس، كل هذا بيختلف، فانا بيستهواني كثير بقعة ضوء، وبنبسط لما انا بشتغل يعني كوميديا اكثر يعني. خلينا نحكي عن ابرز شخصياتك ببقعة ضوء.
بقعة ضوء في أكثر من شخصية. هي في لوحة كثير أنا حبيتها يلي هي إنه عن المسؤول، يعني إنه ما في مجال إنه يوقع لنا إلا لحتى جبناه على البيت وبدنا ناخذ له سيلفي ونحط له اياه على الفيسبوك. أيوة. فانه هون هي اللوحه كثير انا حبيتها يعني واستهوتني كثير. يعني في فكره، يعني انت عم تقدمي فكره، يعني انت مو بس انه انت انك تضحكي الناس، الكوميديا مو انه انت تعملي انه تضحكي الناس، لازم تكون انه هاتفه وفي شيء انه انت عم تقدميه كمان للناس. نعم. اكيد سيد غادة كمان نروح نشوف بعض الادوار الكوميديه لحضرتك وبنرجع ونكفي حديثنا. قديش حلوة الطبيعية انه تكوني عن جد عم ما بنحسك عم تمثلي، يمكن ادمانك هيك طبيعية وقريبة من القلب. خلينا كمان مثل ما شفنا يمكن بكل مشهد في لوك او في اكسسوارات، خلينا نحكي بالتنسيق مع المخرج او انت هيك بتحبي انه يكون في عامل مساعد يكمل المشهد هو اكسسوارات؟ لا هو اكيد بلا المخرج انت ما بتقدر تعملي شيء نهائيا، لانه هو اساسا هو اللوحه بيكون قاريها المخرج وبيعرف انه هو مين بده يجيب عليها، يعني بيجيب غادة بيجيب غيرها بيجيب كذا، فهو بيعرف تماما انه لما بده انه غادة بيعرف شو ممكن انه ياخذ منها. فيعني لما انا كمان بقرا اللوحه ممكن انه انا اروح لعند منه اقول له انه انا شو رايك نعمل كذا وكذا وكذا. فبتلاقي انه في اندماج بينات بعضنا لحتى انه تطلع اللوحه مثل ما انتم شايفين، يعني باللبس تبعها بالمكياج، حتى شفتي في وكذا واسنان والاشياء هي. فنحن لا اتفاق مع المخرج اكيد، يعني مستحيل انه انت تعملي شيء. بس كمان انت كثير بتحبي لا انا بحب بعتني كثير بهيك قصص، يعني انا اول ما بقرا اللوحه يعني بتلاقي فورا بركض انه هذا اللبس، لا هذا الحطه اللي لازم نحطها، حتى المشايه يعني حتى واضحه انا كثير اجتني يعني شغله انه قولي لي حاطه انت منين جايبتيها، يعني انه الناس لا صارت بتلاحظ على كل تفصيله على كل شغله انه انت عم تعمليها يعني، وهذا الشيء بيسعدني وبنبسط انا انه انا عم وصل الفكره او عم وصل الشخصيه انه للناس هيك مباشره وعم تلاقيها انه حلوه والحمد لله، يعني نشكر الله. يمكن سيد غادة هي التفاصيل الصغيره القريبه من الناس عم تخليهم يصدقوا الدور اكثر، هي عوامل مساعده أكثر. مساعده حتى كمان اكيد تحب الفنان اكثر انه هو على طبيعته، وخاصه بظل نحن هلا يمكن بمسلسلات تجاريه اكثر من كونها واقعيه وبتمس المواطن. يمكن كمان بهذا رمضان خرجت كثير مسلسلات من السباق الرمضاني، كمان كان عندك مشاركة بسايكو كمان دور كوميدي، فتحكي لنا عنه للمسلسل وشو رأيتك للمسلسلات اللي خرجت أيضا من السباق هو رمضاني. طبعا أنا يعني أنا زعلت لأنه سايكو ما انعرض، لأنه سايكو فعلا من المسلسلات الكوميدية الاجتماعية كل شيء موجود فيها. طبعا تحية كبيرة طبعا لست أمل عرفة يلي تعبت فيه كتير وعملت خمس شخصيات من أجمل الشخصيات، يعني فانزعجت بانه انا انه هو ما انعرض، وهذا الشيء معروف انه ليش، لانه هي اكيد يعني واضحه مثل عين الشمس انه هذا حرب على سوريا، يعني هن عم يحاربونا، يعني نحن بنطلع من ارنب بيقوموا بيحاربونا من ارنب، بنطلع من ارنب بيردوا بيحاربونا من ارنب، فهي الحرب يعني رح نقول لهم لا ان شاء الله بانه رح نرجع ورح ننتصر اكيد ورح تتقدم الاعمال تبعنا، وهن اللي حيطلبوها ويترجوا بانه نحن تنحط الاعمال السوريه، يعني انا واثقه من هذا الكلام والنصر قريب باذن الله ان شاء الله. باذن الله الاعمال المشتركه او خلينا نسميها يلي راحت مثل ما قالت زينب اكثر لانه تكون تجاريه، عم نشوفها يمكن هي بهالسنين الاخيره انه هي يمكن على الساحه هي عم تكون متصدره الشاشات. شو رايك بالاعمال المشتركه او شو رايك بدخول ممثلين عرب مع الممثلين السوريين يلي معروفين اصلا الفنانين السوريين بموهبتهم انه هي بكل البيوت بالعالم؟ هو ليكي لك السوريين ورح نقول كمان الممثلين تبعتنا نحن كثير جديرين بانه نحن اقوياء دائما. فيعني انا مع انه يصير في يعني اشتراك مع الممثلين مثلا اللبنانيين المصريين كذا، ما لنا مشكله ابدا نهائيا، يعني هذا الموضوع بالعكس نحن بناخذ خبرات يعني وهن كمان بياخذوا خبرات مننا، بس معروف بانه هن بياخذوا اكثر
يعني وهذا الشيء واضح يعني. لذلك بتلاقي ممثل واحد مثلا موجود من برا والباقي كلهم سوريين يعني، حتى الكاست الفني من الإضاءة للصوت يعني لكل شيء بتلاقي كله سوري. فلا يعني أنا مو ضد أنه يكون في أعمال مشتركة، لا أنا مع هذا الموضوع وبحب أنه يكون في هيك شيء يعني، ما عندي أي مشكلة والحمد لله بأنه بس الأغلبية هن سوريين يعني. أكيد يمكننا لولا البصمة السورية مثل ما قلتي صد غدا ما انتشر بانت، ما هي البصمة باينة بالدوبلاج باينة بال يعني حتى الدوبلاج كلياته لو ما سوريين كان ما بين يعني. صحيح ما بين حتى الإخراج والكادر الفني صحيح. عم بيكون سوري عم بحاول مهارات كبيرة، وإن شاء الله هيك كمان بترجع الدراما السورية على كل الشاشات العربية بالرغم من أنه بعض الأعمال عم تعرض وبعضها ما نعرض لسه. خلينا نحكي هلأ عن أيضا المسؤولية الاجتماعية على الفنان، بما أنه أنت فنانة متابعة ومحبوبة عندك مسؤوليات اجتماعية غير عملك بالفن، عندك عملك بمجموعات أهلية، مشاركتك أيضا بعدة فعاليات اجتماعية، أنت دائما من الفنانات الحاضرات بأي فعالية عم تكون بسوريا إن كانت للفنانين إن كانت للوطن، فكمان تحكي لنا عنه. أنا بيسعدني بأنه أنا أكون سيدة من سيدات سوريا الخير يعني، هذا الموضوع أنا بيسعدني كتير. وطبعا أنه أنا مو بس مع سيدات سوريا الخير، أنا كوني أنه أنا فنانة فأكيد مع كل المبادرات يلي عم تصير بالبلد، فيعني أي مبادرة أي شغلة بتلاقي أنه أنا رأساً بركض عليها لأنه هذا الشيء لبلدنا يعني، هذا الشيء أكيد أنه أنت مع أنك تقدمي شيء للبلد هذا أقل شيء بأنه الفنان أنه هو يقدمه، ولازم مو بس أنا لازم كل الفنانين كمان يبادروا، والحمد لله في كتير من زملائنا كمان عم يبادروا وعم يروحوا كمان، فأنا بوجه لهم تحية كتير كبيرة لسيدات سوريا الخير الحقيقة هن ما بدي أقول هن أخواتي وحبايبي، وشكراً لهم كمان بأنه أنا أنه قبلوني معهم يعني حتى انه انا يعني هذا الشيء انا بتشكرهم عليه، هذا واجب علينا نحن كفنانين لازم تكوني بكل المبادرات. صحيح اكيد يعني صحيح اكيد نحن بنفتخر فيكي، وايضا لهفتك لاي حدا يمكن كان مبادره شبابيه ولا كان يمكن هلا برمضان كثير عم نشوفك مع الشباب، عم نشوفك كمان عم تكوني حاضره على الاعلام لحتى توجهي رسالتك او لحتى يمكن لكن نجاحك بالدراما تنقلي على أرض الواقع وتدافعي أيضا عن الدراما السورية اليوم، كمان قديش مهم الفنان أنه تكون كلمته واضحة تكون كلمته صريحة يكون ما مشارك وما أنه قاعد بالبيت. صحيح لا لازم هو يكون يعني ليش أنه قاعد بالبيت، لا أنت لازم تقوم يعني. هلأ نحن منوجه لهم التحية للجيش العربي السوري يعني التحية الكبيرة من قلبنا من جوا، شكرا لهم يعني تحية وشابو يعني لكل عسكري موجود بنقول له الله يعطيك العافية وشكرا لك، أكيد هذا واجبك ومثل ما واجبك كمان نحن واجبنا كفنانين يعني، أنت من موقعك ونحن من موقعنا، وهلا حضرتكم كمان موجودين كمان بموقعكم كمان أنتم عم تقدموا كمان شيء، فهذا واجب على الفنان بأنه يضل موجود لأنه كلمة الفنان دائما تعرفي أنه هو بحبوه الناس، فأنه أي شيء ممكن أنه بتصدق وبتلاقي أنه يعني مو مثل رسالة الحقيقة هي من خلال هي الفنان هي الحقيقة نورجي كمان لكل الناس ولكل العالم بأنه السوريين نحن موجودين ونحن حصوة بعيون كل إنسان عم يعادينا أكيد. فهذا يعني ضروري بأنه الفنان يكون موجود يعني. أكيد سيد غادة لهلا في تصوير ولا خلاص راح؟ هو لا الحقيقة أنا مبارح خلصت من أناديل العشاء كان عندي آخر مشهد يعطيك العافية الله يعافيك. لأنه العالم ما بتعرف أنه الفنان ممكن يكون عم صور حتى بشهر رمضان ما بياخذ فترة راحة إلا قصيرة. لا لا ما في راحة أبدا يعني، حتى بيقولوا أنه برمضان ممكن نرتاح، لا ما عم نرتاح يعني مع أنه أنا بتمنى يكون قبل رمضان أنه نحن نخلص تصوير، بس شو بدنا نساوي يعني الظروف عم تحكم يعني. أنت أسألك هل في شيء جديد بعد رمضان؟ في مسلسل غضبان هلأ إخراج محمد
استاذ محمد. هلا بعد العيد مباشره محمد نصر الله، بعد العيد مباشره رح نبلش هلا تصوير فيه ان شاء الله، وهو كوميدي كمان اجتماعي، وان شاء الله هيك ينال اعجاب اللي بدهم يشوفونا، وان شاء الله نقدمه صح يعني. اكيد ما في شك مشاركاتك الكوميديه القريبه من القلب او بالبيئه الشاميه، مشاركاتك كلها نحن بنفتخر فيها وبدنا نتشكرك، وان شاء الله رمضان كريم، وشكرا لحضورك. شكرا لكم، شكرا للاخباريه السوريه اللي دائما عم تستضيفنا وعم تتابع كمان اخبارنا، شكرا لكم، رمضان كريم، رمضان كريم على سوريا كلياتها. شكرا لوجودك معنا، ومن الرسائل اللي اجتنا على كمان صفحتنا انه تحيه لصاحبه الوجه البشوش اللي هيك مسمينك كل المشاهدين، وكثير انبسطنا وموفقه ان شاء الله هيك بعد رمضان فعلا هي المسلسلات اللي ما طلعت كمان نقدر نحضرها وكمان نشوفها. ما يروح على الفاضي اكيد، ان شاء الله تعبنا ما رح يروح على الفاضي، لانه انا متاكده تماما بانه هن رح يركضوا ورح ياخذوا اعمال السوريه، وانا واثقه من هذا الكلام، والنصر قريب ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. هلا